كيف تبع الموجة آه، ثلاثه قرارات سريعه ينجم آه، يقوم بها يستشهد كرئيس جمهوريه والله يشوف انا برنامج معناها اللي آه، معناها خططناه كرئيس جمهوريه للمستقبل معناها قائمه العديد ماشي انا من، معناها نرى انه فما ثلاثه حاجات ربما عاجله فضل. حطيتهم في فضل. في البرنامج اولا فضل. المحكمه الدستوريه بيه؟ انا اقترح او اتعهد انه اذا طبعا هذا مربوط بالكتله البرلمانيه اذا عنا اغلبيه انه في الستة شهور الاولى يتم ارسال المحكمه الدستوريه مم. كيفاش كيفاش ريت علاش نقول لك خاطر احنا جايين من الواقع مش نعطي في وعودك احنا عدينا قانون كحكومه يمكن من تمرير المحكمه الدستوريه ب109 مش ب145 القانون هذا موجود في المجلس اذا فما كتله برلمانيه اغلبيه نعديه بال109 ونرسيه المحكمه الدستوريه في ظرف ستة اشهر لا حلفائكم اذا كانوا موافقين مع مع الحلفاء اثنين آه، ليبيا ليبيا اعتقد ان ليبيا معناها الامن القومي التونسي من الامن القومي الليبي وحتى اقتصاديا انا اذا نخرج من سياسه الحياد السلبي هذه ثوابت الدبلوماسية التونسية ما نمسوش بهم عدم التدخل في شؤون الغير والاعتراف بالشرعية الدولية والقرارات فسرنا في فضلك أنا نرى أن ليبيا اليوم تونس رئيس ترؤس القمة العربية وتونس عضو معنا غير قار في الامم المتحده جو بونس كو يلزم كدوله ترأس الامم معناها ترأس الجامعه العربيه وفي الامم المتحده سي لا بريوريتي نتاعنا هي الوضع الليبي ما عادش نجموا نقعدوا في الحياد السلبي يلزم نوع من الحياد الايجابي وناخذوا مبادرات وانا دور برو اكتيف دور برو ندعى ندعيو الاخوه الليبيين نحكيو نحكيو مع الاخوه الليبيه ونعيطولهم في كل في تونس. الاطراف نحكيو معاهم راهو يزم يفهموا الاخوه الليبيه اللي راهو امن تونس من امن ليبيا واقتصاديا زاد راهو اقتصادياتنا مرتبطين ببعضهم ونجم النمو المنطقة كامله ثم هذا يزم يعطي بعد مغاربي ايضا مع مع الجار الجزائري ما نجموش نقعدوا اليوم في معناه اليوم الاشكاليات مع التبادل مع مع الجزائر يجيونا اكثر من زوز مليون سائح واحنا هاو مثلا كي نصدروا سيمان ليبيا ثم اشكال كي يصدروا البطاطا ثم اشكال دونك ايه؟ انا لا بريوريتي في الفضاء المغاربي انه نخدموا على منطقه تبادل الحر تونسيه جزائريه سيطان لو كبل تونيزي والجزائري دواتتر لو موتور دو لونيون مغرب فرنسا والمانيا هذا اليوم لازم نخدموا فيه ونقدمه فيه لانه حقيقه فما تكامل في الاقتصاديات وفما تكامل وتناغم ثقافي ومعناها مد معناها تعرف العلاقات التاريخيه بين